السلام عليكم. اليوم لدينا حوار مع شخصية عامة. هيا نقرأ الحوار ثم نبحث عن معاني المفردات الجديدة. Let's read this conversation and find the new words between المذيع والشيخ حمدان. المذيع: مرحبا بك سمو الشيخ حمدان، أنا سعيد جدا بلقائك. الشيخ حمدان: أهلا بك، أنا سعيد أيضا. المذيع: ماذا تفضل من الهوايات؟ الشيخ حمدان: أفضل العديد من الهوايات مثل التصوير وركوب الخيل والشعر. سو الشيخ حمدان: أفضل العديد من الهوايات مثل التصوير وركوب الخيل والشعر. المذيع: هل تكتب الشعر؟ الشيخ حمدان: نعم، في وقت الفراغ أحب قراءة وكتابة الشعر. المذيع: من مثلك الأعلى؟ من مثلك الأعلى؟ الشيخ حمدان: أبي سمو الشيخ محمد هو مثلي الأعلى، فهو مثقف ومتعاون جدا. Again, أبي الشيخ محمد هو مثلي الأعلى، فهو مثقف ومتعاون جدا. المذيع: وأنت أيضا مهذب ومتعاون جدا سموك، شكرا لك، إلى اللقاء. الشيخ حمدان: إلى اللقاء. الآن بعد أن قرأنا الفقرة هذا الحوار، أرجو منكم أن تحددوا الكلمات الجديدة. Select the new words.